السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما الفرق بين صلاة قيام الليل والتهجد ومواعيدهم؟ لكن في البداية إخواني الكرام، أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. بارك الله فيكم وشكر لكم. قيام الليل هو قضاء الليل كله أو جزء منه بأداء عمل صالح، ويشمل ذلك الصلاة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ونحوها من العبادات، ولا يشترط أن يكون ذلك طوال فترة الليل. وقيام الليل يعني صلاة التطوع من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. أما التهجد فيختص بالصلاة فقط، وقد حصره بعض العلماء بالقيام للصلاة بعد النوم. وقال أكثر الفقهاء أن التهجد يكون بصلاة الليل مطلقا سواء قبل النوم أو بعده، فيظهر من ذلك أن قيام الليل يشمل التهجد، إذ يدخل فيه معنى الصلاة قبل النوم أو بعده، ويشمل عبادات أخرى. قد ذكر القيام والتهجد في القرآن الكريم، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وعن التهجد قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صلاة التهجد. يطلق مصطلح التهجد في اللغة على النوم والسهر، وهو مشتق من الهجود وهجد الرجل أي نام بالليل، ويطلق أيضا على الصلاة في الليل. قد فرق معجم لسان العرب بين المتهجد والهاجد، فالمتهجد هو من قام للصلاة في الليل بعد النوم، أما الهاجد فهو النائم. وفي الاصطلاح الشرعي يعبر التهجد عن صلاة التطوع في الليل من غير الفريضة، والتهجد مسنون في الشرع، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعده فريضة أخرى غير الفرائض الخمس. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي التهجد، وأقل التهجد ركعتان باتفاق الفقهاء، في حين تعددت آراؤهم في أكثرها، فذهب الحنفية إلى أن أكثرها 8 ركعات، ورأى المالكية بأن أكثرها إما 10 ركعات أو 12 ركعة، ولم يحدد الشافعية والحنابلة صلاة التهجد بعدد معين، وأفضل وقته الثلث الأخير من الليل. قيام الليل يعني قيام الليل استغراق المسلم الليل كله أو ساعة منه بأداء عمل صالح كما سبق الذكر، كتلاوة القرآن أو طلب العلم أو سماع القرآن أو الحديث أو ذكر الله تعالى وتسبيحه أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. وقد ورد في فضل القيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وقيام الليل مشروع باتفاق الفقهاء، وهو عند الحنابلة والحنفية سنة، وعند المالكية مندوب، أما عند الشافعية فهو مستحب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. إذا أتمتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم، فالدال على الخير كفاعله. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله.